عليكم الوالد. يا هلا، كيف الحال؟ الحمد لله. من إذاعة الشبيبة. أهلا وسهلا. صاحب الجلالة عرفني العالم وصاحب الجلالة تأسست أمة من الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. هاي يوم حاكم السلطان قابوس متفاجئ عند مستشفى الرحمة وقال له ملطومس، وذيك الحين عصر وجاء ثياب صخر ما مستحيل. أنا أبو شفته، لو أنتي شفتي بتطيحي. كان واحد مغض عمره بسكين، واحد جاي بطيحة حطب وقصت صبعه وقضوا له سكينة عليه السلم العشر، فهمت كيف؟ لكن ما سلمت الشمس وما جاي قابوس. بعدين لما جاء قابوس ذيك الحين عصر أدف الشمس، وجاء هذاك واحد طالب بن محمد وفرش ذيك الدروازة من المطرح بنديرة ساعة وخطف قابوس ودار يذيع انه جاي قابوس. خرج ذيك العالم كل أربعة بلوش ما بلوش رب ما أعرف. المهم إنه أنا كانت امرأة عندي مرقة في المستشفى وأدفع لك اليوم 25 قرش فرنس هالدكتور، ما فوجيت بالباكر إن ممنوع العلاج بفلوس مستشفى، فهمت كيف؟ ممنوع العلاج مستشفى، فهمت كيف؟ وهالمجرة والله تعال تعال نقل العمان بعرفنا العالم الله يغفر له، واشتويت أمي من وراه